خلال الفترة اللي فاتت لما العالم كله تعرض لكورونا وتبعات كورونا، كلنا بدأنا نسأل نفسنا سؤال اللي هو نقوي مناعتنا ازاي؟ في نهاية القرن التاسع عشر دكتور ويليام كولي جراح العظام الأمريكي استقبل حالة لمريض يعاني من السركوما اللي هي سرطان العظام، وكان علاج السركوما في الوقت ده هو بتر العضو المصاب. لكن المريض كان بيعاني كمان من أورام سرطانية على أجزاء مختلفة من جسمه، عشان كذا كان لازم يعملوا له تدخل جراحي يشيلوا الأورام الأول وبعدين يشوفوا يعملوا إيه في السركوما. فعلا المريض دخل العملية الجراحية وشالوا الأورام، لكن بعد ما طلع من العملية الجراحية اتصاب بعدوى بكتيرية اسمها ستريبتوكوكس. الآن المريض بيعاني من سركوما ومضاعفات عملية جراحية وعدوى بكتيرية. فمعظم الأطباء توقعوا أنه المريض حيموت، لكن كانت المفاجأة أنه المريض بعد فترة ظهرت عليه علامات حمراء تشبه الالتهاب، وبعدها حالته بدأت تتحسن، وبعد فترة المريض شفي حتى من السركوما اللي هي سرطان العظام. الخبر الصار في الحالة دي دفع دكتور ويليام كولي أنه يفكر في طريقة جديدة لعلاج سرطان العظام غير البتر، وفعلاً بدأ في تطوير تقنية جديدة عن طريق أنه يستخدم بكتيريا مضاعفة اللي هي الستريبتوكوكس ويحقنها في مرضى سرطان العظام. دكتور ويليام اتوقع أنه كل المرضى حيشفوا، لكن للأسف معظم المرضى ماتوا. عشان كذا الأطباء قرروا أنه خلاص ما عادش ينفع نستخدم تقنية دكتور ويليام، لأنه صراحة لا دكتور ويليام ولا بقية الأطباء فاهمين الشرح العلمي لميكانيزم تقنية دكتور ويليام. بس في بداية القرن العشرين مجموعة من العلماء وجدوا التفسير العلمي لتقنية دكتور ويليام، وقالوا أنه البكتيريا اللي استخدمها دكتور ويليام ما هياش اللي كانت تقتل الخلايا السرطانية، لكن كانت بتعمل كوسيط، يعني البكتيريا بتحفز الجهاز المناعي والجهاز المناعي هو اللي بيقتل الخلايا السرطانية. ومن هنا اللي هي بداية القرن العشرين ظهر استخدام مصطلح الإيمونوثيرابي لأول مرة، وأطلق العلماء على دكتور ويليام كولي فذر أوف إيمونوثيرابي. طيب يعني إيه إيمونوثيرابي؟ أو يعني إيه العلاج المناعي؟ العلاج المناعي هو تقنية تستخدم لتحفيز الاستجابة المناعية بغرض مقاومة الأمراض المعدية والأورام السرطانية، وعشان كذا بدأت تستخدم كطريقة للعلاج وطريقة للقاح. وبما أننا كلنا لسه عايشين في تبعات كورونا، فأكيد حابين نعرف يعني إيه لقاح. اللقاح هو عبارة عن طريقة آمنة وفعالة لحماية الجسم من المرض قبل التعرض للمرض. إحنا ممكن نفهم فكرة عمل اللقاحات إزاي. هي طريقة سهلة تشبه تماماً اللي بيحصل مع طفل صغير عنده 10 سنين وعايز يتعلم الكاراتيه عشان يدافع عن نفسه. الطفل ده ما يعرفش أي حاجة عن الكاراتيه، دخل مركز التدريب وأصبح مطلوب منه 3 حاجات. أول حاجة أنه يتعرف على قواعد لعبة الكاراتيه اللي بتميز الكاراتيه عن أي لعبة تانية، وتاني حاجة أنه يتعلم طرق الدفاع عن النفس، وثالث حاجة أنه يخزن كل المعلومات دي في الذاكرة.
عشان لما يتعرض أو يدخل معركة حقيقية يعرف يدافع عن نفسه بطريقة أسرع وأقوى. وحقيقة هو ده تماماً اللي بيحصل لما أي حد فينا بياخذ لقاح ضد الفيروس مثلاً. بيكون مطلوب من الجهاز المناعي برضو 3 حاجات، اللي هي أول واحد إنه يتعرف على الصفات اللي بتميز الفيروس عن أي فيروس تاني، ودي ممكن نسميها بصمة الفيروس. الحاجة الثانية إنه يتعلم طريقة مقاومة هذا الفيروس. والطريقة الثالثة إنه يخزن كل المعلومات اللي تعلمها في خلايا الذاكرة، عشان لما يتعرض للمرض حقيقة يكون قادر على مقاومة هذا الفيروس بطريقة أسرع وأقوى. واعتماداً على هذه الفكرة تم تطوير عشرات اللقاحات من بداية القرن 20 إلى يومنا هذا، مروراً بلقاحات فيروس كورونا. لقاحات فيروس كورونا تقريباً بتعتمد نفس الفكرة، لكن بعض لقاحات فيروس كورونا اعتمدت على تحديث في طريقة تعريف الجهاز المناعي بالفيروس. يعني مثلاً في لقاحات سينوفارب وسينوفاك بيستخدموا الطريقة التقليدية اللي هي بينتجوا ملايين النسخ من بصمة الفيروس ويدخلوها للجسم بشرط إنها ما تكونش بتسبب أي مرض. لكن في لقاحات موديرنا وفايزر بيبعتوا بصمة الفيروس كرسالة، والرسالة دي بيوصلها المادة الوراثية اللي هي الـ RNA. لكن في لقاحات أسترازينيكا وجونسون آند جونسون اللي بيحصل إنهم بيدخلوا بصمة الفيروس عن طريق ناقل فيروسي، اللي هو فيروس بيعمل على نقل الفيروس إلى داخل الجسم. لكن أياً كانت تقنية اللقاح، كلها بتعتمد على إحداث استجابة مناعية، وهذا يحتاج إلى جهاز مناعي قوي. وده بيرجعنا إلى إجابة السؤال اللي سألناه في بداية التوك، اللي هو نقوي مناعتنا إزاي؟ في ظروف كورونا سمعنا السؤال ده عشرات المرات، وسمعنا له إجابات عشرات المرات، كان معظمها إنه لازم تأخذ سبليمنت وفيتامينز وتمارس الرياضة وتشرب مية وهكذا. لكن اليوم هكلمكم عن العامل اللي المفروض نبتعد عنه علشان نحمي جهازنا المناعي، وهو التوتر. عشرات الدراسات اتعملت على تأثير التوتر على جهاز المناعة، وأثبتت كلها أن هناك تأثير سلبي قوي للتوتر على جهاز المناعة وكفاءته. لكن أنا اخترت أني أكلمكم عن واحدة من الدراسات اتعملت في جامعة أوهايو الأمريكية في 2009، واللي حاولت تسلط الضوء وتلفت الانتباه ناحية التأثير القوي والمدمر للتوتر على الجهاز المناعي. ونشرت البحث تحت عنوان التوتر يدمر الجهاز المناعي والصحة. البحث ده لخص العلاقة ما بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي بأنها علاقة تبادلية تشبه الدائرة. يعني أي حد مننا بيتعرض لتوتر، الجهاز العصبي بيرسل إشارات إلى الغدد. الغدد بتفرز هرمونات توتر. هرمونات التوتر بتروح ترتبط بالمستقبلات على الخلايا المناعية. مجرد ارتباط هرمونات التوتر على الخلايا المناعية بيوقف عمل الجهاز المناعي. هذا معناه أنه كلما تعرضت للتوتر زاد إنتاج هرمونات التوتر، وبالتالي زاد تثبيط الجهاز المناعي، فيصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية والجسدية. على فكرة البحث ده open access، يعني أي حد ممكن يطلع عليه، تحت عنوان stress damage immune system and health. وفي الأخير كل اللي أقدر أقوله
بالنسبة لعلاقة التوتر مع الجهاز المناعي هو حاول قدر الإمكان أن تعتزل ما يؤذيك.